60 ينتقلوا الاحتراف بشكل مبكر. ظهرت في السنوات الأخيرة كقوة صاعدة في الكرة الأفريقية مثل ما هو الشأن الآن لمالي اللي بعد سيمي فاينل 2002 توصل سيمي فاينل في تونس وتأكد أنها القوة بالفعل الصاعدة في القارة السمراء. يمشي أنيس العياري يلعب الكرة لمناري، أنيس العياري وجيب تماس مخالفة وتماس رمية جانبية بالفعل للمنتخب التونسي. يمشي أنيس العياري يلعب الكرة الجزيري وتماس ثاني بعد تدخل 21 حبيب باي. هذه اللقطة الأخيرة من حاج ضيوف من هوامش المباراة ومن كواليس الكان في تونس. تمشي كرة العياري على القائم الثاني وسانتوس والدفاع ممتازة كانت من رقم ثلاثة كان منتبه ومتفطن ثلاثة ابراهيم افاي. ترجع كرة المنتخب التونسي ممكن الانطلاق الجزيري يغسل كرة حذر من كونتر اتاك لا يتدخل الجعادي. جعادي وصل كرة لحقي وحقي يلعب على اللمسة الأولى. تمشي بن عاشور بن عاشور يعمل مراوغة أولى سنين بن عاشور يوزع البوعزيزي هي كرة على حدود 18 يدخل لاعب المناري لكن تطول عليه. محاولة أخرى من المنتخب التونسي والحكم يقول العب. الحاج ضيوف يعني كثرها يحب المخالفات في كل مكان وكورة في الجزاء للجزيري بالراس المناري والهدف الأول والهدف الأول والهدف الأول الهدف الأول جوهر المناري. المناري يا نارها المناري يا نارها 1-0 1-0 من جوهر المناري في 20 دقيقة. هلل افرح 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 1-0 1-0 وما نقولكمش المشهد. الفريق السنغالي واحتياطيه يهجموا على الحكم علي بوسيم لا ادري لماذا هجموا على الحكم علي بوسيم. اللاعبين السنغاليين وجول بوكاندي مش معقول مش معقول يعني نشوفوا فيه الان بينما هذا هو الهدف. 1-0 1-0 ما في شيء الهدف ها هو هدف المناري ها هو هدف المناري 1-0 في الشوط الثاني في الدقيقة 20 في وقت حساس. هدف لصفر للمنتخب التونسي هدف لصفر للمنتخب التونسي. المباراة مش تتوقف بعض الوقت لا أدري لماذا ماذا شاف الفريق السنغالي في هذه اللقطة. ها هي الكورة مشيت من رقم 8 النفطي يلعبون فيها شيء من الجزيري الجزيري عمل الكنترول ما فيها شوف سايد يدخل المناري والهدف الأول 1-0 1-0 النسور تحلق في هذه اللحظات. إذا الهدف الأول للمنتخب التونسي هذا هو المهم. جوهر المناري جوهر المناري الكأس ما زالت بعيدة السيمي فاينل قريب لكن الكأس ما زال المشوار نحوها طويل. 1-0 هدف أول من المنتخب التونسي عن طريق اللاعب جوهر المناري. على فكرة هذا هو ثاني هدف في مشوار المناري مع المنتخب التونسي لكن من غير شك بكل المقاييس هو الأهم. اضربها بالرأس وهدف صحيح 1-0 للفريق التونسي. إذا هذا هو الهدف الأول هدف الافتتاح. الفرحة التونسية الخيبة لحد الآن السنغالية في انتظار القادم. شوف الهدف الأول بالرأس يضربها المناري أول مرة ممكن في حياته يجيب هدف بالرأس أول مرة في حياته الكروية يجيب هدف بالرأس هدف في الوقت المطلوب. جوهر المناري إذن يفتح باب التسجيل ويفتح معه باب الأمل للوصول التونسي لدور الأربعة. المهذبي يوقف كورته يوقف كورته في أوف سايد تسلل للمنتخب السنغالي. الدقائق العشر انتهت أنهيها يا بوسيم. هذه آخر كورة هذه آخر كورة هذه آخر كورة. هدف من جوهر المناري هدف من جوهر المناري بالراس. جعادي جعادي رجعها ما أحلاك يا جعادي ما أروعك يا بدرة. خلاص زفرها أنهاها تونس في النصف النهائي تونس في النصف النهائي. مبروك 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 فعلوها النسور حلقوا حلقوا وطاروا بأسود الترنجة خارج البطولة فعلوها نسور كرتاج. مبروك للمنتخب الوطني التونسي سيمي فاينل عربي في انتظار الطرف الثاني أكيد زوز عرب في النصف النهائي. تونس معها الشقيقة المغرب والجزائر ليكون الفوز لمن يستحق وليكون المستوى رائع. الفرحة التونسية عربية فعلها المنتخب التونسي وأزاح ثامن العالم منتخب السنغال براسية جوهر
جوهر المناري. سنتابع فرحة المنتخب التونسي إن شاء الله في تقرير وتحقيق خاص إثر هذه النهاية لهذه المباراة. هذه بعثة ليارتي إلى تونس تحييكم على هذه المشاهد، مشاهد الفرحة فعلها النسور وحلقوا إلى نصف النهائي. بعثة ليارتي إلى تونس تحييكم، وهذا محدثكم عصام الشوالي يقولكم إلى اللقاء في قادم المواعيد. النصف النهائي سيكون هنا في رادس بوجود منتخب الأرض والجمهور تونس، فألف ألف مبروك، والعاقبة للمغرب أو الجزائر ولتكون البطولة العربية. إلى اللقاء.